القائمة المشتركة تصل بروكسل وتباشر جولتها لمناهضة قانون القومية العنصرية. عقب افتتاح السنة الدراسية، إضراب في بعض المدارس لعدم الجهوزية. وفي النقب، وقفة تضامنية مع شيخ العراقيب صياح الطوري. وصل وفد القائمة المشتركة إلى عاصمة الاتحاد الأوروبي بروكسل ضمن الجهود الدبلوماسية الرامية لعرض مخاطر قانون القومية العنصري الذي سنه الكنيسة الإسرائيلي، والذي يهدف إلى تكريس التمييز والعنصرية ضد المواطنين العرب. وسيجري الوفد الذي يضم رئيس القائمة المشتركة النائب أيمن عودي وجمال زحالقة ويوسف جبارين ومسعود غنايم وعايدة تومة ومدير مركز مساواة جعفر فرح العديد من الاجتماعات مع مسؤولين في الاتحاد الأوروبي، كما ستشارك وفود تمثيلية من لجنة المتابعة العليا والقائمة المشتركة بلقاءات دبلوماسية رفيعة المستوى في مقر هيئة الأمم المتحدة في جنيف من أجل شرح ما يتضمنه قانون القومية من عنصرية.